أولا إن الدين معاملة، ولا بد أن يكون الأخلاقيات تسكن الوازعون الضمير الإنساني لكل إنسان، لأن الحقرة شيء مرفوض ومقيت ليتعدى على الإنسان ويتعدى على أعراض الناس، يعني شيء يعني يستحيل تحمله، ولا سيما من الناس لعندهم الضمير اللي يشوف واحد ينحقر قدامه يديه النيف ويدافع عليه، يعني لابد يدافع عليه، لأنه إذا تمادى الشيء عن حده انقلب إلى الضد. سما هنا احنا مجتمع مسلم لابد أن نحارب هذه الظواهر. علاش تهكر الإنسان؟ لابد يكون عندنا الخلق الطيب والقلب الصافي والحنانة في قلوبنا. احنا الجزائريين معروفين بالحنانة، سادير واحد يتعدى عليه قدامك سما يغيضك الحال وتدخلي وتدافع عليه، وسيرته إذا كان ضعيف. هذا امر مستحيل، يعني ما نتقبلهاش انايا كضمير تاعي، ما نتقبلهاش. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.